أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة عصر اليوم من الرافدين، ونواصل الحديث عن الملف السوداني. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي دكتور عبد الرحمن الخالدي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بقناة الرافدين ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. ما طبيعة الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول تفاصيل المرحلة الانتقالية المقبلة؟ واضح انه مسوده الاتفاق التي تم اعدادها بواسطه الوسيط المزدوج الافريقي والاثيوبي، ويتبع الطرفين على التوقيع عليها، هنالك يعني عديد من التحديات والاختلاف في التفاصيل. نعم. صار أكثر من أسبوع اختلاف على نقاط مهمة. المجلس العسكري يريد حصانة من المساءلة، المجلس العسكري يريد تفصيل بعض البنود على هواه. قوى الحرية والتغيير الممثل للشعب السوداني بالثوار أيضا لديها تحفظات على كثير من البنود الرئيسية. والآن أبرز الاختلافات حزب الشيوعي السوداني اللي هو واحد من التيارات الكبيره داخل قوى الحريه والتغيير، قد رفض الاتفاق الحالي وبصوره لديان نظره اليوم. نعم، تقصدون قوى الاجماع دكتور؟ تقصدون قوى الاجماع التي تحفظت هي الاخرى على مسوده الاتفاق المقدم من الوساطه الافريقيه. إلى أي مدى تظن أن بوادر الحل السياسي بدأت بالتراجع؟ نتيجة لتعنت المجلس العسكري ولكثير من الأشياء التي درست لاحقا، حتى يرى عن الجميع جماعات تيارات كبيرة أن هذا الاتفاق لا يلبي تطلعات الجماهير في أهداف الثورة وتحول الأمورات وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وابرز ما ذكر يعني من التصريحات التي ادى بها رئيس المجلس العسكري انه ليس هنالك يعني ان المجلس ليس عدوا للقوى الحريه والتغيير الشريف، لكن تختلف الرؤى وتختلف التباين من داخل مكونات الحريه والتغيير، ويعني الشعب السوداني طواق للوصول الى سلمية ومدنية الدولة، وطواق الاستقرار، وطواق لأنه البلاد تتجه في الاتجاه الصحيح. لكن الآن الصورة مختلفة، والصورة الرمادية ضبابية، وبعض الأنبات تتحدث عن أن لن يحدث اتفاق أصلا. نعم، أحد هذه الصور أيضا كان طعن المجلس العسكري بقرار المحكمة حول إعادة خدمة الإنترنت في السودان، كيف تفسر هذا الطعن؟ المجلس العسكري الانتقالي هو يمكن أرجع خدمة الإنترنت في توقيت، هذا التوقيت سمح بنشر كثير من الفيديوهات التي تبرز فضائع التي ارتكبت في فضل الاحتطام في يوم 3 يونيو، وذلك يعني يدل على انه الميليس العسكري اراد بهذا التوقيت انه يعني كثير من الشعب السوداني لا يرضى هذه الفظائع، تحفظ الكثير وازداد الغضب ضد الميليس العسكري وزاد الاحتقان السياسي في البلاد. فمسألة اختيار التوقيت يعني ليس الحكم القضائي، الحكم القضائي موجود ومزمن، لكن المجلس العسكري يستطيع من خلال مناوراته السياسية أن يؤجل إعادة خدمة الإنترنت. أعيد خدمة الإنترنت، القصد كان من إعادة خدمة الإنترنت في ذلك التوقيت هو إضافة مزيد من الاحتقان، توسيع الهوة بين الفرقاء. وواضح الان بالامس كانت هنالك مليونيه، خرج الالاف مئات الالوف من الشعب السوداني في الشوارع ردا للميليس العسكري وردا يدعون لمحاسبه من قتل المتظاهرين في ليله قرن العيد. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الرحمن الخالدي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.